ايه رأيك في فيريرا السنة دي؟ الناس بتقول ان هو فيريرا نسخة مختلفة عن السنة اللي فاتت، الناس بتتهمه بالعند في بعض الاحيان انه بيلعب ناس مش على عدلتهم، يلعب باك يمين باك شمال وباك شمال باك يمين وجناح مش عارف يجيبه فين، وهي سهلة يعني. لما تسأل الناس حتى على الفيسبوك كده وبتاع يقولك التشكيلات، تلاقي الناس حاطة تشكيلات معتدلة جدا يعني. ايه المختلف السنة دي في فيريرا عن السنة اللي فاتت؟ اللي الناس حاسة ان هو لما ما كانش عنده كم من اللعيبة وقيد وناس مشيت وناس مش هتجدد، كان شغال صح. حلو. وكلنا عشان نبيه البطل وجده البروفيسير الالقاب اللي خدها دي كلها. لما كان السنه دي عنده لعيبه والاستاذ مرتضى او المجلس جاب له اللعيبه اللي هو طلبها او الاماكن اللي هو طلبها وابتدى يعاند، هي دي الحاجه الوحشه قوي اللي في فيريرا اللي يعني انت عايز يمين شمال. انت جبت لي ده، لا مش هلعبه، مع ان ده كل ده في صالح النادي. ودايما مرتضى يقول ايه اللي يطلبه المدير الفني يحضر اوامر يجيبه له. فانت ما عندكش اي حجه بالنسبه للعيبه. فالتشكيلات بقت عكسيه يعني مش شقلبه. الخروج والدخول مركز بمركز ما كانش كده. ده حتى الاولاد الصغيرين السنه اللي فاتت سيف ونيمار ويوسف وسام واسامه كل دي عملوا طفرة صح في الفرقة. وأشدنا. دلوقتي يمكن الوحيد اللي بيلعب حسام بس. باقيين مش أساسيين خالص. غير الطريقة ومش ماشية. سبحانك يا ربي. يعني زمان كان دايما بيلعب بأربعة دي. لما هو جه غيرها لتلاتة مشيت وبقينا نكسب وحاجات رجع تاني لأربعة. ممكن يكون عنده نقص أو إصابات. طبعا الونش أهمهم يعني. عليك أنت كمدير فني إن أنت تعالج الأمور دي بسرعة. طب انا ليه هعند؟ يعني الكل بيتهم فيريرا السنه دي انه بيعند، ليه هعند؟ ما انا مدير فني. حلو. فاعند واخسر فاعند تاني؟ ما لو انا رجعت لعدم العند يبقى انا سمعت الكلام فشلت. يعني؟ يبقى انا سمعت الكلام. اوكي، فهو مش عايز يبان ده يعني؟ المصلحه العامه بتاعت نادي الزمالك دي هي الاساس. وبعدين الامر شورى مش عيب خالص. خالص طبعا. يعني باتشيكو كان بيعمل معايا ايه؟ انا عايز معلومات عن فلان مثلا المقاولين البرمز اي حد. حلو. بجيبها له بنقعد نناقش فيها ومين اللي يصلح يلعب في المباراه دي ومين اللي هيكسبنا من الحته دي، الحاجات دي كلها. وفي الاخر مطروق له انه يعمل فرقه، هو اللي بيعمل القرار النهائي ويغير وده الطبيعي والله يا كابتن صلاح في اي حته في العالم. المدير الفني صاحب الكلمه الاولى والاخيره، انما بياخد راي الناس كلها. اسماعيل دخل مكان اسامه. ايه الزياده او ايه اللي بيعمله اسماعيل اللي ما عملوش اسامه او العكس؟ عادي، الاثنين زي بعض بيحبوا النادي ويشتغلوا والدنيا جميله. تمام. وانا بشتغل حتى في صمت لمصلحه النادي. ماشي. بس